على فرحة حصة يا من طرنا لياليها مرحبا فيكم في هذه التغطية الخاصة اليوم. ننقل لكم فرحة أهل حصة لاستقبال بنتهم اليوم بعد 33 سنة. نستقبلها اليوم بالفرحة بالأهزوجة الجميلة. يلا على فرحة حصة، خلكم معانا اليوم نستقبل ونتعرف اليوم على فرحة الأهل وشعورهم اليوم. حياة الله اليوم تحرير، اليوم احنا طبعا انت اخت حصة الصغيرة، صفي لنا شعورك اليوم، شلون شايفة اليوم الأجواء الحلوة ورجعتها اليوم ونقول قرت عينكم. بعيني بيك بصراحة، أنا مشاعري مختلطة، يعني ما أدري، شيء غريب ونفس الوقت أنا مستانسة من فرحة أمي وأبوي برجعة حصة لنا، وبس يعني للأسف أنا ما عندي أي ذكريات معاها لأن ما كنت مولودة بوقتها. حصة طبعا طفولتي كانت معاها، والوالدة الله يرحمها كانت كل أربعة تيبني بيت خالتي ونلعب مع بعض وإحنا صغار، نطالع نفس الكرتون تقريبا. والله أكيد مستانس، بس ما في تفاصيل وايدة أذكرها. يعني أنا أذكر بعض الشغلات البسيطة، يعني مثلا ممكن كنا ندرس، كنا نلعب مع بعض من ألبوم صور، وايد يعني عشت معاها لحظات من خلال الصور. بصراحة أنا وايد متفاجأة ووايد مستانسة بعد برجعتها، ويعني وايد كنت متوقعة أنها هي شهيدة تكون. والله ما أقول لك شعوري، أنا أقول لك البنت شلون لقيتها. لقيتها في بيت حوشهم تبكي وطايحة وما هي قادرة تتكلم، يعني من الصدمة أبي أعرف مين أمها مين أبوها عشان أوصلهم لها، لكن ما لقيت منها أي جواب حتى ورحت السعودية. وما شاء الله قاعد نشوف هذا الشجن، هذه الدموع، الدموع الغالية هذه، مثل ما نقول حنسوي شيء من القلب إلى القلب من غير مقابل. شنو هذا الشعور الجميل؟ شنو اللي خلاك اليوم ان انت حابه ان تنقلين للمملكه العربيه السعوديه شقيقه وتربين البنيه؟ يعني هو طبعا رب العالمين عارف ان هذه الام نوره ما عندها عيال وما عندها بنات، فسبحان الله رب العالمين رزقها بهالبنيه، فعشان كذا هي تمسكت فيها حتى بعد ما عرفت اهلها ما هي راضيه انها تعطيهم اياها، ولكن في الاخير ما يصح الا الصحيح. يعني الواحد مهما قال ومهما تكلم صعب انه يوصل شعوره. يعني بس تدري كنت ممسك بالأمل، كان عندي أمل، شيء كذي بريء بالأمل في يوم من الأيام اللي ألتقي فيها، مع أني كنت متوقع أنها خلاص راحت يعني شهيدة، لكن في إحساس داخلي كلها ما زالت موجودة. والحمد لله يعني بعد هالفترة الطويلة هذه يعني التقيت فيها، شيء خيال، حلم، شيء غريب عجيب بصراحة، شيء ما أقدر أوصفه لك. يا حلو اسم حصة، يعني الاسم هذا اللي أنا مشتاقت له وأحبه وايد، حاسة أنه بصراحة حقي أخيراً رجالي بنتي ورجعت لحضني من بعد ما أخذوها مني سنين طويلة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. يعني الحمد لله أول شيء يعني صدقنا كانت انولدت وعاشت الكويت، لكن قضت أكثر فترة يعني من حياتها في بلد ثاني، مثل ما تقول طلعت من دار إلى دار ثانية. كلهم خير وبركة، وعسى الله يعني يعم الخير والسلام على المنطقة كلها. ذكرياتي جميلة وإن كانت صغيرة، لكن بتم أجمل ذكريات. يعني أنا ما أبي أحد يزعل مني، بس أكيد تشبهني أنا، يعني أنا أمها وأنا اللي شلتها 9 شهور ببطني، نفس عيوني، نفس ملامح وجهي، نفس ابتسامتي، أنا أحس إنها نسخة مني.